كلشي يتبنى في مشروع العلم في مفهومه باختصار شديد، خاطر التوطئه او مفهومه هو واسع جدا، لكن ساقتصر ذلك على الجمله التاليه: الارهاب هو روع عملي يشكل ترويع او يؤدي الى القتل باحداث اصابات جسيمه للمدنيين بهدف في اخاف السكان او ارغام حكومه او منظمه دوليه على القيام بعمل معين القصد منه او الامتناع عن القيام ذلك، القصد منه هز اركان الدوله. هذا بالاساس العمل الارهابي او الارهاب في تفسير لمفهومه بطريقه مختصره جدا. هناك الايديولوجيا الارهابيه اللي هي مرتبطه بالعقيده المتعنته والمتعسفه، وهو عمل سياسي يتم بالعنف الغايه منه احداث صدمه لدى الافراد لترويحهم وتشتيت جهود رجال الامن لابراز عزلهم. الارهابيون دائما في فلسفتهم يختارون هدفا رمزيا ذو قيمه عاليه لاحداث الارتباك الذي اشرت اليه في الاول. هم يستفزون ويعملون على اذلال الخصم بتاعهم او العدو بتاعهم بتكتيكات مختلفه تعتمد اساسا عمليات نوعيه لهز اركان وكيان الدوله لاعطاء بعد اعلاني واسع لعملياتهم، وبذلك يحققون كسبا كبيرا. هذا المفهوم الواسع للارهاب. الارهاب في تونس ماهوش جديد الارهاب على التونسيين، لكن في فترة ما قبل الثورة كان الإرهاب يتمركز خارج حدودنا، ونحن نتذكر جيدا العديد من العمليات اللي قام بها إرهابيون تونسيون في خارج حدود البلاد. علاش؟ لأنه كانت ثم منظومة أمنية في تونس تقوم بالأساس على العمل الاستباقي، لأنه أهم عنصر للتوقي من الإرهاب والتصدي للإرهاب هو بالاساس العمل المخابراتي الاستعلامي الاستباقي. هذا العنصر الفعال والعنصر الرئيسي للتصدي للارهاب. هذه المنظومه كانت قائمه وكانت متواجده. الشيء اللي خلى العديد من العناصر التونسيه اللي عندها النزعه الارهابيه، اللي في ذاتها النزعه او الايديولوجيا الارهابيه اللي مرتبطه بالعقيده المتعنته كما اتيت على ذكره، تلتجئ الى اعمال خارجيه. وكنا نذكر انه الشيخ مسعود في افغانستان مات واغتيل على ايادي التونسيين. نذكر كيف عمليه محاوله تفجير السفاره الامريكيه في باريس حاول القيام بها لاعب كره قدم تونسي مهاجر في الخارج، والعديد من العمليات اللي تمت في العراق وشارك فيها العديد من التونسيون الذين يرتبطون بهذه التنظيمات. شاركوا في افغانستان، شاركوا في الجزائر وقت المحنه نتاعها، شاركوا في العديد من الواقع في لبنان في غير لبنان، اينما وضع الارهاب قدمه كان هنالك عنصر تونسيا ممثلا داخل هذا الحركه. اليوم بعد 14 جانفي وبحكم المتغيرات الحاصله على الساحه التونسيه، وضع الارهاب قدما فعليا في تونس، واصبح الارهاب يعيش بيننا. الارهاب تغذيه اطراف اقليميه ودوليه داخل محيطنا الجغرافي التونسي. هذه من الثوابت، هذا شيء مؤكد وشيء ثابت، لانه التنظيمات الارهابيه مهما اختلفت في تسمياتها، مهما اختلفت في عناصر قيادتها، فهي ترتبط ارتباطا فعليا فيما بينها. المفهوم الواسع للتنظيمات الارهابيه ان تسعى الى اقامه الخلافه من افغانستان الى المحيط. هذا الهدف الاسمى الذي تسعى وتتربى. ومهما كانت الاختلافات الفكريه او الايديولوجيه بينهم، فان آلية التنفيذ واحده وقواعد التنفيذ واحده، والاسلوب والمنهجيه التي تعتمدها هذه الحركات هي نفسها وهي واحده.
ونحن نلاحظ أن تونس اليوم اللي هي أصبحت موطئا للإرهاب، والإرهاب بين أضلاعنا ويعيش بيننا، وأن التهديدات لا تأتي فقط من قيادات لهذه الجماعات التونسية، بل وصلت التهديدات أن تجينا حتى من القيادة الأم، أي من الظواهر في العديد من خطاباتهم يتعرض تعرضا شاملا وبالاسم، بالاسم يسمي تونس ويقول أني تونس أرض جهاد. نفس الشيء مختار بن مختار القائد الإقليمي فهمتني الجزائري يشير عديد المرات إلى تونس ويهدد فعليا بحصول عمليات ذات بعد إعلامي وذات وقع كبير في تونس وحتى الجزائر. ودائما مختار بن مختار في العديد من الحالات يربط بين تونس والجزائر. هذا إلى جانب التهديدات الصادرة واللي نسمعها في العديد من الرسائل من القيادات الإرهابية التونسية. أهم حلقة اللي اليوم يجب أن تتوفر هو العمل الإرشادي المخابراتي الاستعلامي. هذه الحلقة الأهم، هذه الحلقة الاستراتيجية، لأنه بحكم ما أتيت عليه من تداعيات عند بداية الثورة وما لاحق السنوات هذه كل فهمتني اللي مسك المؤسسات الأمنية، اللي مسك المؤسسات عامة، رأوا خليت السبق بالأساس لهذه الهياكل الإرهابية أو هذه الأطراف الإرهابية. اليوم عندنا مجال للالتحاق واكتساب ذلك السبق، وهذا لا يمكن إلا بعمل إرشادي استعلاماتي مخابراتي واسعا. والله شوف الاختراق له كلمة كبيرة برشا، باقي أنه شيء ثابت أنه يجب الانتباه إلى ذلك، لأن هذه الأطراف المنافسة حتى لا أقول عدو، أنا لا أعتبرها دائما عدو لأنه هو يعتبر أنه ما يعتبره الطاغوت هو عدو، أنا أقول دائما يبقى هذا المنافس راهو يسعى بكل سهولة. المنافس على الحكم ولا السيطرة على تونس؟ هو المنافس للسيطرة على جهاز الحكم لإقامة دولة الخلافة. الاندساس هذه الأطراف تسعى إلى مسك المؤسسات، تسعى إلى خنق المؤسسات، تسعى إلى الاندساس المؤسسات. ما تتصورهاش أن هي هيكل سطحي، هي هيكل له جذور وله أسس، وعندهم قيادات وعندهم تصنيف للقيادات، هو تنظيم متماسك عنقودي كعنقود عنقودي يرتبط كل طرف بالآخر، فهمتني؟ عندهم تنظيم، هو تنظيم متكامل، هو تنظيم فعلي بما في الكلمة من معنى. عندهم تمويلات، وهذه القوة بتاع وزارة التكييف، قوتهم في تمويلاتهم وفي الأموال الكبيرة والكبيرة التي يجمعونها واللي موجودة عندهم. وهنا موضوع المال موضوع كبير ياسر، متأتي من التهريب، متأتي من الفدية، متأتي من الغنائم، متأتي من المساعدات تقدمها جمعيات خيرية خليجية. مصادر المال متعددة لهذه الأطراف، عندها قوة المال، قوة المال اللي يمكنها من شراء السلاح، فهمتين؟ وهي تمسك السلاح بقوة، فهمتين؟ قوة المال اللي يمكنها من الاندساس، إلى جانب أن الأطراف، فهمتين؟ تم ممكن يتم انتدابها من منطلق عقائدي ويشجعوا المنتمين إليهم إذا توجد فيهم بعض المواصفات للمشاركة في مثل هذه المناظرات واقتحام العالم الأمني والعالم العسكري. ويكون وسيلة مستقبلية لهم متى أن التدريب بتاعه ومتى تدخل في الحياة المهنية. هذا كل قائم، هذا كل موجود، هذا كل طرق تعتمد هذه الحركات ليس في تونس فقط بل في كل بقاع الدنيا، فهمتني؟ يجب الاحتياط لذلك، يجب التركيز على الاستعلام المضاد، يجب التركيز وإعادة الروح إلى الهيئة المكلفة بمتابعة الأفراد، يجب النظر في كيفية الانتداب والعودة إلى الإرشاد المعمق على كل فرد يقع انتدابه. هذا بالأساس كيفية التوقف، وهذا لا يمنع في حال من الاندساس، فهمتني؟ تبقى أنا لا أوجه الاتهام لأي طرف، فهمتني؟ طالما أنه لم تثبت إدانة أي طرف من هذا. كل الديانات فيها عناصر متطرفة، كل الإيديولوجيات وراءها عناصر متطرفة، التطرف والإرهاب شيئان مرتبطان، لكن اللي خليها على الساحة حاليا أنه الإرهاب
اليوم اللي تتبناه بالاساس الجامعه الاسلاميه، لكن الارهاب راه متواجد في كل بقعة الدنيا من شرقها الى غربها بمختلف الاتجاهات والتيارات السياسيه والايديولوجيه والدينيه. معناتها اليوم المسؤول على الارهاب في تونس هي الجماعات الاسلاميه من طرف لا غير. الظاهر هذا توا الظاهر على الساحه هي هذه الجماعات. فهمتني؟ هذه الجماعات هي الموجوده على الساحه وهي البارزه اكثر. فهمتني؟ هذا الواقع نتاعنا حاليا، هو الواقع هذا اني الجماعات التي تتغطى وتتسقى بالدين. هذا حاليا على الميدان الواقع فعلا.